شكرا للزميل طاهر عمر. هل يمكن اعتبار هذا اللاعب يعني افضل منسق حميد؟ طبعا هناك عديد المنسقين في عالم كرة اليد، هل يمكن اعتبار هذا المنسق بالذات هو افضل منسق باعتبار ان هناك تصويت صار منذ سنوات على موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد وتم اختياره كافضل لاعب في كل الاوقات؟ نعم بلال، في 2010 اختير كافضل لاعب في كل الاوقات، تقدم على نيكولا كاراباتيتش وعلى تالون ديتشيفايا في هذا المركز، لكن هناك لاعبين منسقين ايضا تالقوا في كرة اليد على غرار تالون ديتشيفايا المنسق الرائع الموهوب للمنتخب الاسباني. لا ننسى ان باليتش فاز بالمونديال وايضا بالاولمبياد، لم يفوز باليتش بالتشامبيونز ليج في مشواره الرياضي، لم يفز باليورو مع المنتخب الكرواتي. باليتش فاز مرتين بلقب افضل لاعب في العالم، لكن ميكال هانسن ونيكولا كاراباتيتش فاز باللقب ثلاث مرات، تقدم على باليتش. فاعتقد ان باليتش كان بامكانه ان يعمل اكثر لولا الاصابات ولولا مزاج اللاعب، في بعض الاحيان يتوتر في الملعب، في بعض الاحيان يعصب في الملعب، لكن يبقى ايفانو باليتش عمله نادره في تاريخ كره اليد. نعم كابتن احمد سعد، طبعا هناك بدايه كانت غير يعني مشروعه بالنسبه لكره اليد، يعني هو بدا كره سله ثم تحول الى كره يد واصبح نجم، كيف للاعب كره سله ان يصبح نجم في كره اليد؟ هل هي الصدفه؟ هل هي الموهبه كابتن احمد؟ أنا أعتقد هذه الموهبة، هناك العديد من اللاعبين بلال خاصة في الألعاب الجماعية يكونون ملمين فيها، يعني على سبيل المثال عندما تكون مهارات كرة السلة قريبة جدا من مهارات كرة اليد، أعتقد أن اللاعب قادر أنه يختار أو يميز ما هي اللعبة الأنسب بالنسبة له، لكن تكون طبعا في سن مبكرة من العشر سنوات إلى 12 سنة، يقدر تحديد هذا اللاعب، يقدر تحديد مجاله اللي هو مجال كرة اليد أو مجال كرة السلة. هناك لاعبين موهوبين على مستوى العالم بلال يستطيعون ممارسة كرة الطائرة وكرة القدم، أيضا كرة تنس الطاولة، هناك العديد من اللاعبين على مستوى العالم، لكن ما يعشقه القلب يصب في مصلحة اللاعب. يعني أنا أعتقد اللاعب باليتش عشق كرة اليد ولهذا تميز في كرة اليد. باليتش لا يختلف عليه اثنين بالنسبة لي، منسق ولا أروع ومن أفضل منسقين على مستوى العالم. نعم بلال طبعاً. بلال لو سمحت. نعم تفضل. بلال لو سمحت، هناك لقب يعني في حوزة باليتش لم يفز به ولا لاعب، هو اللاعب الوحيد بلال الذي توج وفاز بالمنافسات الكبيرة خمس مرات، فاز بلقب أفضل لاعب في المنافسات الكبيرة خمس مرات متتالية، ولا لاعب في العالم يعني تساوى مع باليتش في هذه الألقاب. نعم كابتن حميد، ربما هناك أناس تقول أن هناك جيل أفضل من جيل باليتش، الجيل الذي فتح الأبواب في أيسلندا 1995، جيل باليتش جيل تشافار، هل تشاطر الرأي بالنسبة لهذا الجيل الذي فاز بالميدالية الأولمبية بعد سنة 1996 بأتلانتا؟ نعم جيل القديم لكرواتيا باليتش وأيضا ميدليتيتش زومبا ايضا جولودزا وعده لاعبين مميزين من بينهم لاسكوفيتش الذي كان رائعا في الجهه اليسرى، لم يفوزوا ببطوله العالم مع المنتخب الكرواتي لكن وصلوا للنهائي في 95 امام المنتخب الفرنسي، فازوا بالميداليه او اول لقب اهدوه للمنتخب الكرواتي بفوزهم بالميداليه الذهبيه في اتلانتا 96، لكن هذا الجيل لم يتميز، لم يفوز بالالقاب كثيره ولم يعني يحرج المنتخبات الكبيره، يعني نعرف ان في التسعينات كان هناك منتخب روسيا، منتخب يوغوسلافيا، منتخب السويد، كانت منتخبات قويه، المنتخب الفرنسي ايضا، لكن جيل 2003 بقياده رينو شيرفار الذي عرف كيف يبني الفريق حول ايفانو باليتش الذي عرف كيف يقود الفريق، كيف يصنع اللعب المنتخب الكرواتي في الهجوم، وهو المدرب الثاني لشيرفار في الملعب، هو الدينامو، هو الذي يفرض وجوده في كل مباريات الكبيرة إيفانو باليتش. قوة الجيل
2003 مقارنته بجيل 95 لم يكن لديهم باليتش. 2003 كان لديهم الأسطورة المايسترو باليتش الذي كان يفعل كل شيء فوق الملعب. نعم كابتن أحمد سعد، عندما نتحدث يعني في الكواليس مع المدربين مع المسؤولين في كرواتيا قبل بداية المباراة في الحركة الحمائية، تقول له هل ستفوزون اليوم؟ يقول لك انتظر، إن باليتش في فورما سنفوز. يعني كانت ربما كل المؤشرات تدور حول لاعب واحد، هل باليتش موجود أو في فورما في يومه كرواتيا تفوز؟ طبعا بلال، هناك أمور نفسية، هناك أمور سيكولوجية، هناك أمور إعداد بدني، إعداد نفسي بالنسبة للفريق قبل بداية المباراة. باليتش بالنسبة لفريق كرواتيا يعد هو القائد، هو المنسق، هو من يعزز الانتصار بالنسبة لهذا الفريق. لذلك أنا أعتقد أن يكون في يومه أو ما يكون في يومه، هذه والله أعلم. يعني جميع النجوم على مستوى العالم تأتيهم أحياناً العديد من المباريات لا يكونوا في يومهم، لا يكونوا موفقين، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. هناك أيضاً أمور خارجة عن السيطرة اللي هي الإعداد النفسي، ممكن تكون هناك مشاكل عائلية، ممكن هناك تكون مشاكل مع المدرب، هناك مشاكل مع الإدارة، هناك العديد من العوامل النفسية هذه تلعب في مصلحة اللاعب داخل الملعب. لكن الكل يؤيد فعلا كلامك أن باليتش عندما يكون في يومه يستطيع فريق كرواتيا الفوز على أي منتخب في العالم. ما يعيب باليتش اللي هو كان كثير النرفزة نوعا ما، وهذه نوع من الضغوط النفسية تكون سابقة المباراة، لأن جميع الأنظار تكون منصبة على هذا اللاعب. فهذا اللاعب هل يستطيع تحمل المسؤولية أثناء المباراة أو لا؟ فهذا ما يؤدي إلى نوعا ما خلل في أداء اللاعب باليتش أثناء البطولات نوعا ما. نعم حميد، يرى البعض أن العلاقة بين المدرب لينو تشيرفار وإيفانو باليتش كانت رائعة جدا، وكان يترك هامش كبير من الحرية لإيفانو. يعني المدرب الحقيقي في الميدان هو إيفانو باليتش، وحتى في بعض الأوقات كان يتدخل في التايم أوت بعد إذن المدرب لينو تشيرفار. يعني هل نستطيع القول أن الأب الروحي والمدرب الذي اكتشف باليتش هو لينو تشيرفار؟ نعم، لينو تشيرفار وجد في باليتش ما يحتاجه في الهجوم، ما يحتاجه في الفريق. باليتش هو القائد بأتم معنى الكلمة، المايسترو. باليتش هو الذي يقود الفريق، هو الدينامو، هو البارومتر، يعني هو الذي يعرف متى يضع التيمبو، متى يضع التوقيت القوي، يعرف كيف يوظف اللاعبين، يعرف كيف يمرر، يعرف متى يسجل، متى يأخذ المسؤولية ويأخذ التسديدة. باليتش هو الذي يعرف يلعب مع الدائرة، هو الذي يحمس اللاعبين. عندما تلعب مع باليتش وتشاهد باليتش أمامك، أكيد أنك ستتحمس ويعطيك ثقة كبيرة وأمان عندما تلعب مع باليتش في المباريات الكبيرة. تشاهد باليتش هو الذي يأخذ المسؤولية في كل مرة. عندما باليتش يكون في فورما، المنتخب الكرواتي يفوز على الكبار. نعم، يلقبونه بالساحر، بالفنان، بالمايسترو. كابتن أحمد سعد، لماذا هذا اللاعب هو غير عادي؟ لماذا تمريراته دائما كانت يعني محط الأنظار الجميع؟ لماذا يقلدونه الجميع لكن لا يستطيعون أن يصلوا لمستواه، ولم نرى إلى اليوم لاعب يضاهي باليتش؟ بلال، أول شيء هو لاعب جوكر، يلعب في المراكز الخلفية الثلاثة، وايضا يستطيع التمركز على مستوى الدائره في حال لعب بطريقه دائرتين. هذا اللاعب ما يميزه بلال، مع احترامي لجميع المنسقين على مستوى العالم، هذا اللاعب احدث نقله نوعيه في عالم كره اليد على مستوى صانع الالعاب. صانع الالعاب مثل باليتش اللي هو يلعب جوكر كلاعب ظهير أيسر وظهير أيمن، بالإضافة إلى لاعب دائرة، وبالإضافة إلى صانع الألعاب وهو مركزه الرئيسي. فهذا النوع من اللاعبين كان لا يوجد في السابق. يعني بالنسبة لي في مباراة كابتن، في مباراة في سيوداد ريال أكملها كحارس مرمى، أظن هناك ورقة حمراء وأكمل المباراة كحارس مرمى. يعني هذا اللاعب موهوب جدا بلال، مع احترامي لجميع صناع الألعاب على مستوى العالم. هناك لاعبين بالنسبة لي أنا شخصيا، مع احترامي لجميع اللاعبين،
الذين أحدثوا أو أدخلوا شيء جديد على عالم كرة اليد، اللي هو اللاعب بالتش والأسطورة تالنت. تالنت كان مميز في التصويب الحوضي بعكس يده، وهو لاعب كان أسطورة، وهذا اللاعب كان يمتاز إنه جوكر في جميع المراكز، وأيضا بسرعته، وأيضا يستطيع أن يلعب مع الدائرة بطريقة هنا لقب بالساحر، كيف يوجد المساحات للدائرة ويلعب مع الدائرة. نعم، وكان المدافعون يعرفونه، يعرفون أنه سيمرر وتصل الكرة رغم أنهم يعرفون ذلك. بلال. نعم بلال، رغم ما قدمه باليتش في مشواره الرياضي، أنا على حسب رأيي كان بإمكانه أن يقدم أكثر وأفضل. كان نعم، سنتحدث على هذا الموضوع. نعم نعم، في الأندية الكبيرة، لأنه لم يلعب في أندية كبيرة ما عدا سوسيداد الريال، لعب معه موسم واحد، لم يلعب في برشلونة، لم يلعب في كيل، لم يفوز بالشامبيونز ليج. أعتقد الانضباط اللعب خارج الملعب خلاه أنه نوعا ما تنقصه أشياء كثيرة مثل الشامبيونز ليج وبطولة أوروبا والألقاب الأخرى. نعم، هي المشاكل العائلية حميد، وأعرف جيدا أن المشاكل العائلية أضرت نوعا ما باليتش للتركيز. بلال، نعرف أن تعرفه شخصيا وتعرف مشاكله شخصيا، فأعتقد أنت الأدرى بالموضوع. نعم نعم، في فترة كرواتيا التي نزلت كثيرا كان هناك مشاكل طلاق شخصية هي التي جعلت باليتش يبتعد على مستواه. على كل حميد، هناك كانت انقسامات في فريق كرواتيا، يعني هناك شق باليتش، ميلتيتش وفيني لوزرت، وهناك شق فلادو شولا، زومبا والبقية، لكن هذه الانقسامات لم تؤثر على أداء المنتخب برغم أن هناك شق سبليت وشق زاغرب. نعم، هناك يعني منافسة في المنتخب الكرواتي، لكن يبقى القائد، يبقى المايسترو هو إيفانو باليتش. كل شيء اللعب كله بلال يدور حول باليتش وفورمة باليتش ومزاج باليتش، لأنه نعرف أنه باليتش لاعب مزاجي، يقدر يقدم لك مباراة كبيرة ويستطيع أن يخرج من المباراة ويضيع مباراة مثل ما ضيع نهاية 2009 أمام المنتخب الفرنسي عندما سجل هدف واحد وركز كل تركيزه على نيكولا كاراباتيش. فأعتقد أنه الكل نجوم في المنتخب الكرواتي، لكن يبقى نجم النجوم هو إيفانو باليتش. نعم كابتن أحمد سعد، نعرف أن مجيء المدرب جولوزا بعد لينو تشيرفار أثر نوعا ما، لأن جولوزا كان نوعا ما يغار من إيفانو باليتش وكانت علاقاتهم حادة نوعا ما، هذا ربما عجل بانسحاب باليتش من المستوى العالي. بلال، دعني أتكلم معك بكل صراحة. نعم، أفضل وأعظم مدرسة على مستوى العالم في كرة اليد هي المدرسة اليوغوسلافية سابقا، الآن متمثلة في كرواتيا وسلوفينيا بالأخص وصربيا. نعم، لكن دعني أتكلم معك لأن هم الأشهر على مستوى العالم، هم من يعني ينجبون العديد من اللاعبين ويستطيعون الاحتراف في جميع في مختلف دول العالم، لذلك معظم لاعبين الوطن العربي أو دول العالم، أوروبا، أمريكا، هناك احتكاك مباشر مع اللاعبين أو المدرسة، اللاعبين اليوغوسلاف السابق، عفوا على الكلمة، لنقول اليوغوسلاف على أساس أننا نقصد فيها المدرسة الكرواتية والسلوفينية وما إلى ذلك. لكن ما يعيب هذه المدرسة وهؤلاء اللاعبين أنهم مزاجيين نوعا ما بحكم قربي منهم. بلال، هؤلاء عندما يكونوا في أحسن حالاتهم وهناك أسماء عديدة ويكون منتخب مؤهل أنه يفوز بالمركز الأول يستطيع أن يخرج من الدور الأول، والسبب هناك مشاكل تكون نوعا ما مع المدربين، مع الإدارة، بينهم بين بعض اللاعبين، وعندما يكون الفريق غير مرشح يستطيع الفوز بالمركز الأول، لأن هناك نوع من المزاجية، نوع من الأمور النفسية بين اللاعبين، لأن اللاعبين ينشطون في مختلف الدول الأوروبية والوطن العربي بشكل عام، الشرق الأوسط، في أمريكا، يستطيعون اللعب في مختلف دول العالم، لكن هي الصعوبة في تكوين فريق. هناك العديد من اللاعبين، لكن
من هو الشخص الذي يستطيع السيطرة على هؤلاء اللاعبين وتكوين فريق جيد ينافس فيه في البطولات. هذا ما يعيب الفرق الكرواتية أو الإسلوفينية في الوقت الحالي. وأنا أتفق معك 100% على هذا الكلام كابتن أحمد سعد. حميد، سنتحدث على منعرج حياة إيفانو باليتش الرياضية، كانت سنة 2009. جمهور كرواتيا ودولة كرواتيا كانت تنتظر التتويج. باليتش كان مصاب على مستوى الظهر ولم يكن في أوج عطائه، وكانت المشكلة الكبيرة في الدور النهائي والمشادة الكلامية بينه وبين كاراباتيتش. هل هذا ربما بداية نهاية باليتش على المستوى النجومية في ذلك الوقت؟ نعم، نعرف جيدا بلال أن كرواتيا قبل المونديال 2009 استنجب بكل اللاعبين الذين كانوا يلعبون في خارج كرواتيا وكونوا فريق مع كرواتيا زغرب للمنافسة في منافسة الشامبيونز ليج وأيضا لتحضير المونديال الكرواتي في 2009. المنتخب الكرواتي فاز بكل مبارياته، فاز على المنتخب الفرنسي في دور المجموعات، لكن في المباراة النهائية في قاعة زغرب أرينا الكل كان ينتظر التتويج الثاني للمنتخب الكرواتي على حساب الغريم التقليدي المنتخب الفرنسي الذي فاز على كرواتيا في 95 في إيسلندا. الكل كان ينتظر إيفانو باليتش الداهية الأسطورة إيفانو باليتش أن يفوز المنتخب الكرواتي في ملعبه وأمام جمهوره، وهذه اللقطة التي كانت بين نيكولا كاراباتيتش وإيفانو باليتش. الفرق بين اللاعبين أن إيفانو باليتش يعني يعصب بسرعة، لكن هذه تستحق كانت البطاقة الحمراء، سنتحدث عليها كابتن أحمد سعد لو تريد أن تتدخل. كانت هذه مرعرج، لو كانت بطاقة حمراء في وجه كاراباتيتش كانت كرواتيا تفوز. أتفق معك طبعا نوعا ما، لكن يعني دعنا نتكلم عن هذه اللقطة بالذات. هذه أنا أعتقد أن فقط سيطرة اللاعب باليتش بعكس اللاعب نيكولا كاراباتيتش. المدارس الأوروبية عادة تكون مشهورة بالانضباط التكتيكي بعكس المدرسة الكرواتية، ممكن يخرجون اللاعبين عن السيطرة، لا يوجد هناك انضباط نوعا ما، لأن مثل هذه اللعبة بلال تؤثر على أداء الفريق، لأن القائد عندما يتنرفز أو يعصب أو يخرج ذهنيا من أجواء المباراة يؤثر على جميع الفريق، لأن بالنسبة له هو القائد، هو اللاعب المثالي، هو من يقود الفريق للفوز. فعندما يخرج عن السيطرة ويكون معصب في أثناء المباراة مثل هذه اللقطة ينهار الفريق نوعا ما. نعم كابتن حميد، بلال أيضا نقطة فقط، لأنه في هذه المباراة أيضا كانت مباراة داخل مباراة بين باليتش ونيكولا كاراباتيتش. لا ننسى أنه نيكولا كاراباتيتش كان في أوج عطائه، كان لاعب شاب، كان المرشح لكي يكون أفضل لاعب في العالم في كل أوقات. فباليتش أراد أن يبرهن للجميع أنه هو الأفضل، هو الذي سيفوز وهو الذي سيتغلب نيكولا كاراباتيتش. لكن اللاعبين في هذه المباراة لم يتألقا، لأنه من جانب فرنسا نارسيس تألقا، وأيضا ميكاري جولي سجل 10 أهداف في هذه المباراة ونارسيس سجل 6 أهداف. كاراباتيتش سجل هدفين فقط، لكن دفع في مركز المحور بطريقة جيدة وعرف كيف يخرج إيفانو باليتش من المباراة. باليتش سجل هدف واحد فقط في هذه المباراة النهائية. نعم كابتن أحمد سعد، لاحظنا أن لاعبي كرة اليد في كرواتيا وخاصة باليتش كانت نجوميته أقوى من لاعبي كرة القدم، يعني تضاهي لاعبي كرة القدم، يعني عندما تقول باليتش تقول بوبان في كرة القدم يعني في ذلك الوقت، يعني كان هناك ضغط كبير على كتفي اللاعب باليتش. بلال، جميعنا يعلم جيدا أن في على مستوى الألعاب الجماعية لا توجد هناك إنجازات سوى لكرة اليد فقط. فلاعب كرة اليد في كرواتيا تضاهي منافسته لاعب كرة القدم أو الألعاب الأخرى، هي اللعبة الشعبية رقم واحد وليس رقم اثنين في كرواتيا. أكثر اللاعبين محترفين على مستوى العالم في كرواتيا. هناك أيضا اهتمام من قبل الشعب
ونقول يعني ملتمين حول لعبة كرة اليد ويعشقون لعبة كرة اليد. لذلك أنا أعتقد أن نجوم كرة اليد في كرواتيا هم أشهر، إذا ما كانوا في نفس مستوى كرة القدم فهم أشهر نوعا ما، ولذلك أنا أقيسه من ناحية النتائج أكثر من الشهرة في نادي معين أو في منتخب معين. أنا أقيسه على مستوى النتائج، هم حققوا ميداليات ذهبية على مستوى الأولمبياد على مستوى كؤوس العالم في كرة القدم، إلى الآن لم يحققوا هذا الإنجاز. نعم صحيح، فنتمنى نكون منصفين. نعم وصلنا للنهاية، شكرا كابتن أحمد سعد، كان الحديث معك ممتع، وباليتش لا نستطيع أن نفي بهذه الحلقة، نستطيع أن نحديث عليه في حلقات متتالية. أيضا شكر موصول كابتن حميد البراوي، شكرا جزيلا على المداخلة القيمة على حياة إيفانو باليتش وكل الجزئيات. شكرا لكم، كنا معكم مشاهدينا الكرام خلال برنامج أساطير كرة اليد، اللاعب الكبير والموهبة واللاعب الذي متعنا لمدة سنوات في كرواتيا وفي العالم إيفانو باليتش. شكرا على وفائكم، إلى اللقاء.